تقصدنا تلك الأهداف بطموح نسعى لا نتعب نزداد جميل الأوصاف ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني الذي يجمعنا وإياكم عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان فقط في برنامجكم أصداف وأهداف، وأهلا وسهلا بكم عبر ساعة من الزمن مع الأمنيات والجوائز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أصدقاء الأطفال الرائعين في كل مكان، مساء الخير والمحبة، مساء رائع وجميل من مساءات عمان الغالية، مساء رمضاني بهيج يجمعنا بكم أيها الأحبة في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي أصداف وأهداف، والذي يطل عليكم يوميا وعلى الهواء مباشرة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا على شاشتكم المفضلة شاشة تلفزيون سلطنة عمان، طبعا مع الأسئلة والمسابقات والجوائز القيمة والمتعددة، آملين أن نقدم لكم كل ما يسعدكم ويبهجكم، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أصدقاء الأطفال، ونرحب بكم في الحلقة 16 من برنامجكم اليومي برنامج المسابقات أصداف وأهداف، آملين أن تقضوا وقت ممتع ومفيد ومسلي معنا، فأهلا وسهلا بكم. مساء الخير لمشاهدين الكرام وأصدقاء الأطفال المبدعين في كل مكان، نحييكم بأجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة اليوم من برنامجكم اليومي أصداف وأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم محبة، مساءكم مملوء بالخير والمحبة، أصدقائي الأطفال مشاهدين الكرام، مساء الجمال والوصال، مساء البهجة والفرح، مساءكم عاطر بكل أطياف السعادة، مساءكم ألوان الفرح والسرور، مساءكم ملون بألوان الإبداع والنشاط، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم أصداف وأهداف، فأهلا ومرحبا بكم. إذن أحبتي أهلنا ومرحبا بكم وأهلا بشيخة. وعليكم السلام يا شيخة، وأهلا وسهلا فيك يا شيخة، أمس اتفقنا أنك تقدمي أول شيء بس أنت اليوم جيتي متأخرة، إن شاء الله بكرة إذا جيتي من وقت راح نقدم أنا وأنت في البداية. إذن أحبتي اليوم راح يكون معنا كذا مجموعة من الأمنيات المختلفة والجميلة، أمنياتنا لي اليوم راح تكون كالآتي، نشوف الأمنيات على الشاشة، يلا خلينا نشوف الأمنيات على الشاشة وأنا راح أذكرها لكم. طبعا أمنياتي لليوم راح تكون مهندس حاسوب، شاعر، مرشد سياحي، مصور فوتوغرافي، بالإضافة إلى رجل أعمال. الأمنيات ظهرة معاكم على الشاشة، إن شاء الله تكون إحدى أمنياتكم المستقبلية، وإن شاء الله أنكم تستمتعوا وتقضوا معنا وقت رائع، وإحنا في كل حلقة نحاول أن ننوع في هذه الأمنيات اللي نقدمها لكم، ننوع أيضا في الأسئلة اللي نقدمها لكم بحيث أن كذا نوفي لكم نوع من الاستمتاع، نوع من الفائدة، وأسئلتنا إن شاء الله راح تكون سهلة وسلسة، وإن شاء الله أنها ترضي ذائقتكم، وأكيد يعني راح نساعدكم في انكم تجاوبوا على هذه الاسئله، وما حد ان شاء الله راح يطلع من عندنا خسران، وان شاء الله ان جوائزنا ايضا تنال على اعجابكم، ايضا العديد من الجوائز احنا راح نقدمها لكم من مختلف الجهات الداعمه للبرنامج، وبكذا راح اذكركم بكيفيه المشاركه في مسابقات واسئله البرنامج لحلقه اليوم. خلوني أصدقائنا الأطفال نذكركم بكيفية المشاركة في البرنامج، واللي راح تكون من خلال إرسال رسالة نصية
تحتوي على اسمكم الثلاثي. طبعا بعد ما ترسلوا اسمكم الثلاثي على الارقام اللي تظهر بين الفتره والثانيه على الشاشه راح يجيكم سؤال، تجاوبوا على السؤال بشكل صحيح راح يدخل اسمكم في جهاز الحاسب الالي وراح يكون مرشح للفوز بثلاث جوائز، وايضا السحوبات اليوميه اللي هي على ثلاث جوائز مقدمه على ثلاثه فائزين وبقيمه 50 ريال، وايضا مرشح للمشاركه في احدى حلقات البرنامج. ونقول حظا موفقا للجميع. والحين اصدقائنا الاطفال بعد ما ذكرناكم بكيفيه المشاركه في البرنامج خلونا نروح لوقفه بسيطه وفاصل بسيط ومن بعدها نرجع نواصل. أصدافنا جديدة ومتعددة، أمجاد الحسنية، وأهدافنا مختلفة، ميثاء البلوشية، ومعا نحقق بها أمانينا، عبد الله المقيمي، فنسمو بها للقمة، سمر السليمانية. اختر أميتك لتكسب مع الأصداف والأهداف. عز الحافية. إذن شاركونا في أصداف وأهداف. للمشاركة في مسابقات البرنامج أرسل اسمك الثلاثي على عمانتل 91213، أريدو 91816. وعدنا لكم أعزائي المشاهدين لنستكمل فقرات البرنامج، ونبدأ الحين مع السحب لثلاث فائزين لكل فائز 50 ريال. يلا نبدأ بالسحب ونشوف أول رقم وأول فائز معانا لهذه الحلقة، ونقول ألف مبروك لصاحب الرقم 92116376. ألف مبروك، فزت معنا ب50 ريال مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. والحين يلا ننتقل للفائز الثاني والرقم الثاني معنا لهذه الحلقة، ونقول ألف مبروك لصاحب الرقم 93292117. ألف مبروك، فزت معنا ب50 ريال مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. والحين ننتقل للسحب على الفائز الثالث لحلقة اليوم، ونقول ألف مبروك لصاحب الرقم 92325714. ألف مبروك، فزت معنا ب50 ريال مقدمة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ونبارك لجميع الفائزين معنا لهذه الحلقة. إذن مبروك لجميع الفائزين اللي فازوا معانا في حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا يعني إن شاء الله اللي رسل إنه يفوز معانا. طبعاً كل حد حاب إنه يفوز معانا خلال مسابقات أو في مسابقات البرنامج، ما عليه إنه يتواصل معانا على الأرقام اللي راح تظهر لكم إن شاء الله بين الحين والآخر، وهي ظهرت قبل شوي في الإعلان، فإن شاء الله تكونوا سجلتوها ورسلتوا لنا رسائل. طبعاً مدة إرسال رسالة راح تكون من الساعة 2 اليوم بعد البرنامج إلى بكرة الساعة 12. احنا دائما نذكركم بهذا الشيء، طبعا بعد الساعه 12 او بعد الساعه 12 راح نقوم بفرز هذه الاسماء والارقام اللي رسلت لنا، وان شاء الله راح نقوم بعمليه السحب لاستخراج اكثر الارقام المرسله، فكل ما رسلتوا اكثر كل ما راح تتضاعف فرصكم ان شاء الله في الفوز والمشاركه في مسابقات البرنامج. ناخذ الحين مكالمه. السلام عليكم. وعزه راح تاخذ المكالمه. يلا ونقول يا هلا ومرحبا. عليك. يا هلا، من معانا؟ عندك أعماق أحمد. أعماق؟ آه. أعماق، يا حي الله يا أعماق، كم عمرك يا أعماق؟ 12 سنة. 12 سنة، العمر كله إن شاء الله، وكيف رمضان معاك؟ ها؟ كيف رمضان معاك؟ متعب؟ لا عادي. عادي أكيد، إحنا تعودنا عليه رمضان، ممتاز. وايضا هو تعودنا عليه لانه 16 يوم الحين من ضمن رمضان. تحبي برنامجنا؟ وايد. وايد ولا شويه؟ وايد. ايش يعجبك فيه زين؟ يعجبني فيه المسابقات والهدايا. تحبي المسابقات والهدايا؟ اه. تحبي التحدي؟ وايد. ان شاء الله تفوزي معانا.
زين الحين حد بيسلم عليك، تعرفين من؟ الحين حد بيسلم عليك، تعرفين من؟ شيخة. شيخة، والحين نشوف شيخة. السلام عليكم. يلا تسلم عليك. وعليكم السلام. وعليكم السلام، وشيخة تقولك يا هلا ومرحبا فيك ببرنامج. نروح نشوف الأميات. يلا نروح. عندك الحين مصور فوتوغرافي، رجل أعمال، زائد مهندس حاسوب، مرشد سياحي، وشاعر. أبا مرشد سياحي. مرشد سياحي، تحب تكوني كذا تعرفي المعالم السياحية؟ أنت تعرفيها ولا ما تعرفيها؟ شوية. شوية، إنزين. يلا الحين راح نشوف شيخة وش راح تختار لك من الوسائل. واختارت لك وسيلة الحصان، ونباك شوي حماسية معانا، زين؟ إن شاء الله، أكيد بس أباكم تساعدوني شوية. إن شاء الله، فعليك الطيب. والحين راح نروح مع أسئلتك، أسئلتك راح تكون مع زميلتي سمر. كيف حالك يا أعماق؟ وعد تساعديها سمر، ما وصيك. أكيد بساعدها، ما حد يطلع من عندنا خسران. كيف حالك يا أعماق؟ الحمد لله. أعماق اسمك حلو؟ انت لا شكرا. جاهزه للمسابقه؟ اها، بس هذا طلب بسيط، يعني يلدك صحصحي معانا، زين؟ ان شاء الله. يلا عشان جاوبي صح وتفوزي معانا، وانا بعد بساعدك اكيد. يلا نروح للحاجز الاول ونشوف السؤال الاول، ولا تنسي بعد شيخه بتساعدها. وشيخه بعد بتساعدها اكيد. يلا سؤالك الاول يقول: تقع قلعة الفيقين في ولاية نزوة أم عبري أم منح؟ يلا يا أعماق. عيد السؤال. تقع قلعة الفيقين في ولاية نزوة أم عبري أم منح؟ ترى هي الولاية في الداخلية، ونحن بنحذف نزوة، يعني كمساعدة. فالحين عبري أم منح؟ الداخلية، ساعدتك أنا بعد. يلا يلا يا عماق. عبري. عبري؟ ترى بزعل أنا. غيري الإجابة. الثالثة منح. الثالثة منح؟ يلا نشوف الحصان. وإجابتك صحيحة، وفي رصيدك الحالي 30 ريال. مستعدة نروح للحاجز الثاني؟ وشيخة بعد يعني تفرح معانا. ويلا نروح نشوف الحاجز الثاني. وأي سؤال؟ يلا نروح للحاجز الثاني ونشوف السؤال. يلا نشوف السؤال على الشاشة. سؤالك يقول: عدد ولايات محافظة الوسطى 4 ولايات أم 5 ولايات أم 6 ولايات؟ يلا يا عماق. طب الشيخ، أنا كمساعدة بحذف لك 5 ولايات، 6 ولايات أو 4 ولايات، ترى العدد قليل يعني. فكم بيكون؟ 4 ولايات. 4 ولايات. 4 ولايات، ونشوف الإجابة. يلا نشوف شيخة. وإجابتك صحيحة، ورصيدك الحالي الحين 60 ريال. نروح للحاجز الثالث، ترى هذا أهم سؤال بيجيكي في الحاجز الثالث، ركزي إنزين؟ إن شاء الله. يلا نروح للحاجز الثالث ونشوف سؤالك الثالث على الشاشة. إن شاء الله السؤال يكون سهل يعني. سؤالك يقول: يقع حصن الأسود في ولاية عبري أم صحار أم قريات؟ ترى في ولاية أنت قلتيها قبل. عبري. عبري؟ ويلا ونشوف شيخة ونشوف الحصان بعد. وإجابتك صحيحة، وفزتي معانا بجائزة عينية. طبعا الجائزة العينية مقدمة من مجلة مرشد، اشتراك لمدة سنة من المجلة، وهدية عينية. شكرا لاتصالك يا عماق. نشكر عماق لاتصالها، نتمناها ان شاء الله يوم سعيد. وعندنا رياض، هلا ومرحبا يا رياض. اهلا وسهلا. عليكم. عليك السلام يا رياض، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. من وين تكلمنا رياض؟ من محافظة مسقط. من مسقط، هلا ومرحبا فيك يا رياض. صف كم رياض؟ الصف الخامس. الصف الخامس، رايح السادس ولا رايح الخامس؟ بعدين الخامس. بعدين الخامس، أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق يا رياض. كيف الإجازة الصيفية؟
زينة. زينة حلوة؟ أيوة. إن شاء الله راح تتمشوا بعد رمضان؟ أيوة. إن شاء الله يا رياض. نروح الحين نشوف الأمنيات رياض الشاطر، زين؟ يلا. عندك الحين رياض مصور فوتوغرافي، عندك رجل أعمال، عندك مهندس حاسوب، مرشد سياحي، وبالإضافة إلى شاعر، فإيش تحب إنك تختار؟ مهندس حاسوب. مهندس؟ حاسوب. حاسوب، ما شاء الله حاب إنك تكون مهندس؟ أيوة. إن شاء الله تحب الكمبيوترات والتلفونات وهذه السوالف؟ أيوة. أكيد تحبها طبعاً. يلا نشوف شيخة إيش راح تختار لك من وسائل، واختارت لك وسيلة النخلة، ونقول لك ألف مبروك الجائزة العينية المقدمة من مركز العيسري بقيمة 40 ريال، وعبارة عن هدايا علمية، وأسئلتك إن شاء الله راح تكون عند عزة. يلا يا عزة. يا هليرة يا رياض، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. إيش أخبارك؟ زين. جاهز؟ جاهز. احنا من زمان ما قلنا جاهز بصوت عالي، يلا قولنا جاهز. جاهز. حمسنا اكثر. جاهز. شطور. ونروح للسؤال الثالث او الاول عفوا، ونروح مع عموري. تساعد عموري يصعد النخلة؟ نعم. تساعد عموري الشطور؟ ايوه. يلا راح نساعده ويقول لك السؤال الاول، صح ام خطأ؟ الحاسوب هو جهاز يتعامل مع البيانات والمعلومات. صح. يلا المهندس، صح؟ أيوة. نشوف عمور الشطور، وإجابتك صحيحة، ورصيدك الحالي فيه 20 ريال زائد الجائزة العينية. نروح للسؤال الثاني. أيوة. تساعد عمور الشطور يصعد ولا ما تساعده؟ يساعد. يلا قول ساعده. بساعده. أساعده أقوى. بساعده. يلا بساعده، وحين بعد بنساعده. يلا ونشوف السؤال الثاني، هي جزء من الحاسوب وتظهر عليها المعلومات. وتظهر. وتظهر عفوا، وتظهر عليها المعلومات، الشاشة أم لوحة المفاتيح أم المؤشر؟ الشاشة. ما لوحة المفاتيح؟ لا لا. زين نشوف. وشطور يا رياض، وبالفعل يا رياض ساعدت عمور الشطور أن يصعد النخلة، وصار في رصيدك الحين 40 ريال، ترى إذا كملت راح تحصل على 60 ريال، أما إذا انسحبت بس راح تحصل على 40 ريال، تكمل ولا تنسحب؟ أكمل. تكمل؟ أيوة. بس لنا شرط. أكمل أيوة. توافق على الشرط؟ على الشرط؟ ايوه. اكيد؟ اكيد. انزين، لما توصل فوق عفوا، بتجيب لنا رطب ولا ما تجيب لنا؟ عادي اجيب لكم عادي. تجيب لنا من اي ولايه تكلمنا انت انزين؟ مسقط. مسقط، انزين يلا احنا ننتظرك يعني ما بعيد. انزين؟ اجيب عادي. شطور انزين. مشكور ما تقصر. ونشوف السؤال الثالث. يقول السؤال، يقوم بإخبارك عن موقع ظهور الحرف أو الرقم أو الرمز التالي على الشاشة، يسمى المؤشر أم الطابعة أم الذاكرة؟ المؤشر. المؤشر؟ أيوة. يعني ما الطابعة؟ لا لا. أكيد؟ أكيد. ثبت؟ ثبت. زين نشوف. وإجابتك صحيحة، وألف ألف ألف مبروك عليك، 60 ريال زائد الجائزة العينية، وانت فعلا رياض شطور. أيوة الحين خلاص احنا نخليك بدال عمور الشطور، ولا نخلي عمور الشطور؟ خليه عادي. نخليه؟ أيوة. شطور، واحنا راح نلقبك برياض الشطور. انزين أحسن خلي عمور يخلص يطلعك اليوم النخلة. أيوة. شكرا لاتصالك ومع السلامة. ونشكر رياض على اتصاله، ونقول له ألف مبروك على الجائزة، وناخذ اتصال جديد ونقول السلام عليكم. حمود السلام عليكم. حمود؟ نعم. كيف حالك يا حمود؟ خير. حمود صوتك ما واضح.
قرب من التلفون يا حمود. حمود كيف حالك؟ من وين تكلمنا يا حمود؟ ها يا حمود؟ ولاية بهلا. بهلا نعم. يا هلا ومرحبا بيك يا حمود. حمود مستعد للعيد؟ جاهز للعيد؟ نعم. خلاص مجهز ملابسك ومجهز أغراضك للعيد؟ نعم. بما أنك جاهز ما حاب تشاركنا في الاستوديو بحلقات العيد؟ جاهز. إذا خلينا نشوف أمنياتنا يا حمود، نشوف هل بتفوز معانا ولا لا. بتفوز ولا ما بتفوز؟ هذه الأمنيات ظاهرة معاك على الشاشة، عندك مصور فوتوغرافي، مهندس حاسوب، وشاعر، ومرشد سياحي، وأيضا رجل أعمال. إيش راح تختار يا حمود؟ مرشد سياحي. مرشد سياحي. ليش اخترت هذه المهنة يا حمود؟ مرشد سياحي، تحب تعرف الناس على المعالم الأثرية والمعالم السياحية في السلطنة؟ نعم. يلا نزل نشوف شيخة إيش راح تختار لك من وسائل. يلا يا شيخة، واختارت لك وسيلة القطار يا حمود، وأسئلتك راح تكون مع سمر. كيف حالك يا حمود؟ غير. حمود أريد منك طلب بسيط، أريدك تركز معانا وتصحصح شوية. نزين نزين. يلا ترى شيخة اليوم فرحانة ومعانا وكذا متفاعلة، فريدك أنت بعد تركز معنا. نزين نزين. يلا شيخة راكبة في القطار أشوفها أنا اليوم. يلا جاوب معانا صح وركز. إنزين إنزين. وشيخة تأشر عليك في الشاشة، شايفها حمود؟ أيوة. يلا نستعد للسؤال الأول. نعم. يلا نروح للمحطة الأولى ونشوف سؤالك الأول. سؤالك الأول يقول، يلا يا سؤال، صح أم خطأ؟ التغرود هو فن من فنون البدو يغنى على ظهور الجمال، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ صح. صح؟ صح؟ أيوة. يلا نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة، وفي رصيدك الحالي 20 ريال. يلا ركز معانا أكثر عشان جاوب على السؤال الثاني بعد. نزين؟ نزين. يلا نروح للمحطة الثانية ونشوف سؤالك الثاني. يلا سؤال، سؤالك الثاني يقول، يقع وادي شاب في ولاية الحمراء أم ولاية صور أم ولاية صحار؟ ولاية صحار. لا خطأ، خطأ هذه الإجابة، نحذفها. يلا عندك ولاية الحمراء أم ولاية صور؟ ولاية صور. صور؟ أيوة. يلا نشوف القطار. وإجابتك صحيحة، وفزت معانا بجائزة عينية. طبعا الجائزة العينية مقدمة من منتزه مرحلان، بطاقتين العاب بقيمة 50 ريال. حمود جاهز للسؤال الثالث؟ ترى هذا أهم سؤال. يلا نشوف سؤالك على الشاشة. يلا نشوف السؤال. يقع وادي دوكا في محافظة مسندم أم الداخلية أم ظفار؟ حمود أساعدك؟ أيوة. الخريف وين يا حمود؟ يعني هذا الموسم الحين خريف وين؟ ظفار. ظفار؟ أيوة. والإجابة إيش؟ ظفار. ظفار. ونشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة، وفزت معانا ب60 ريال زائد الجائزة العينية. شكرا لاتصالك يا حمود، ومع السلامة. أمجاد أنا زعلانة. ليش أفا؟ شيخة راحت وما ركبت القطار. شيخة اليوم راكبة القطار. يعني ما ركب، ما خلتني أركب معاها. ما يوسع، هي أساسا بالعافية متقبضة يعني صح. عم تطيح. فمرة ثانية إن شاء الله عاد سوي لنا وسع وكلنا بنركب القطار. أكيد أكيد. وطبعا اليوم شيخة مشاركة في كل المسابقات في النخلة، بس شفناها ما طلعت. يمكن ما يسبب عمر الشطور ما يخليها تطلع في النخلة. هو ما يخلص كل يوم يطلع النخلة، يمكن يخاف عليها عن الطيح. ما تطيح شيخة، ما تطيح. او يمكن ما تقدر تتسلق. لا لا تقدر تقدر. يلا ناخذ مكالمة، ايش رايكم؟ ايوه يلا ناخذ مكالمة. ناخذ فاصل. فاصل عادي. انزين يلا ناخذ فاصل قصير ولنا عودة، ابقوا معنا ما تغير القناة.
أصدافنا جديدة ومتعددة، أمجاد الحسنية، وأهدافنا مختلفة، ميثاء البلوشية، ومعا نحقق بها أمانينا، عبد الله المقيمي. فنسمو بها للقمة، سمر السليمانية. اختر أميتك لتكسب مع الأصداف والأهداف. عز الحافية. إذن شاركونا في أصداف وأهداف. للمشاركة في مسابقات البرنامج أرسل اسمك الثلاثي على عمانتل 91213، أريده 91816. تعرفوا ليش احنا غير؟ لأننا نتميز بمجتمع متواصل. الشباب ما حد يروح البيت اليوم، فطورهم علينا. عزموني لا؟ متواصل وبشكل حقيقي، كل شيء جديد نتحداه ونرجع فيه لعاداتنا في التواصل، عن حد يزعل راعي الكورة. سليم سوي لحية مزبوط. سليم أنا يفطر داخل دكان، تعال فطر معنا. والكل زمان نكهته الخاصة. هي هي أيام المسنجر وتقرقيعة الكيبورد. نخترع استخدامات لكل شيء. خليني اكتب اسمي على الصفريه. ما ترجع ليش الصفريه ام يونس ومتروسه بعد. روح راعي المظله. المهم كل من يسكن عمان يحمل قيمها. لما في امتحان لازم تسوي دراسه مروان انت. واهم شيء التواصل الحقيقي. ومهما تطورنا لازم نرجع لقيمنا واصالتنا. يلا شباب تعالوا خلونا نروح نصلي. متواصلين على خير. والله انت كمان عليك سؤال. ومعنا مكالمة الحين ونقول السلام عليكم الشعثاء، كيف حالك؟ وعليكم السلام. كيف حالك يا الشعثاء؟ بخير الحمد لله. هلا ومرحبا فيك يا الشعثاء معانا ببرنامجنا. شعثاء؟ شعثاء؟ ايوه. من وين تكلمينا؟ من ولاية اسكي. من اسكي، هلا ومرحبا فيك يا شعثاء. شعثاء نروح نشوف الحين الامنيات. ايوه يلا نروح الحين نشوف الامنيات على الشاشة يا شعثاء. عندش مصور فوتوغرافي، رجل أعمال، مهندس حاسوب، بالإضافة إلى شاعر. إيش تختاري يا الشعثاء؟ مرشد سياحي. مرشد سياحي. خلاص خلاص الصرفة. مهندس حاسوب. مهندس حاسوب، ما شاء الله. حاب إنك تكوني مهندسة؟ أيوة بإذن الله. بأي صف أنت شعثاء؟ بالصف الثامن بروح تاسع. بتروحي تاسع ما شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق يا الشعثاء، ونشوف شيخة إيش راح تختار لك من وسائل. واختارت لك وسيلة كرة القدم. الله، الوسيلة اللي أنا أحبها. طبعا راح تمر بثلاث مراحل. يلا. كيف حالك الشعثاء؟ الشعثاء؟ أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. أنت الشعثاء احنا نطلب منك طلب. نطلب منك طلب عادي؟ ايوه عادي. بس قصر على التلفزيون ولا نسكر المكالمة؟ لا ما تسكر المكالمة. قصر على التلفزيون. ايش الصورة؟ ان شاء الله. يلا راح تكوني مثل عمور الشطور، رياض الشطور؟ تكوني مثلهم؟ يلا انتبه. انت الشعثاء الشطورة ولا ما الشطورة؟ شطورة. شطورة؟ بس انا اقول انت ما شطور لانك انت ما حماسية الحين معانا. انا زعلانة. حماسية بإذن الله. يلا زين قولي الحين انا جاهزة. انا جاهزة. شطورة. زين وشيخة بعد صفق لك السؤال، يقول صح ام خطأ؟
من مهام الحاسوب كتابة الكلمات والأرقام. يلا يا المهندسة، يلا يا الشعثاء الشطورة. صح يا جميلة، صح ولا خطأ؟ صح صح. ونشوف شيخة ونشوف اللاعب بعد. وقول، قولي قول، قولي قول. قول. احنا ما كثر عليك انك بنت، وشيخة بعد صفقت لك وعطتك شوية حماس وتفاعل. تتفاعلي معانا؟ ايوه ان شاء الله. نروح ولا ما نروح؟ نروح. يلا قولي نروح. نروح. شطورة. بنروح للسؤال الثاني ويقول: تسمى التعليمات التي يستخدمها الحاسوب لمعالجة البيانات ب البرامج، الفيروسات، أم الذاكرة؟ أنا أحذف الفيروسات، وش بقي؟ البرامج. البرامج ولا الذاكرة؟ ترى إذا خسرتي راح أضيف في رصيدك بس 20 ريال. يلا أنت إيش قلتي؟ الذاكرة. الذاكرة قبل قلت شوي غير. البرامج. البرامج. ونشوف اللاعب. وإجابتك صحيحة، وقول فزتي معانا وصار في رصيدك الحين 40 ريال، والشيخة بعد صفقت لك. نروح للسؤال الثالث ولا تنسحبي؟ لا الثالث. ولا أنا ما أقول السؤال خلاص تنسحبين؟ إلا السؤال الثالث. أقول ولا ما أقول؟ قولي. نقول. يلا نروح للسؤال الثالث، تراهم سؤال، انتبهي. شاء الله. يلا يا المهندسة، يلا يا الشفعاء. الشعثاء. الشعفاء عفوا. الشعثاء. قولي الشعثاء. الشعثاء عفوا. ايوه شاطرة. يلا ويقول لك السؤال: وسيلة لتبادل الرسائل عبر شبكة المعلومات الدولية، الماسح الضوئي، البريد الإلكتروني، أم الطابعة؟ البريد الإلكتروني. ما الماسح الضوئي؟ لا. أكيد؟ أيوة. نشوف اللاعب. وقول وجابتك صحيحة، ويلا نسمع أكبر تحية حالها. شطورة، ونسميك الشعثاء الشطورة. شكرا لاتصالك، وصار في رصيدك الحين 60 ريال. تتصلي مرة ثانية؟ تتصلي ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله تتصلي، واحنا ننتظر اتصالك. والحين نروح المكالمه ومع زميلتي ميثاء. ونقول السلام عليكم. يا هلا ومرحبا عصام. السلام عليكم يا عصام. وين عصام؟ بيجي بيجي عصام، شكله بعده يتجهز للمكالمه، يستعد. راح يتجهز. راح يتجهز. ايوه. انزين خلونا نتكلم شوية عن أجواء العيد، بما أننا نحن مقبلين على العيد. يا أمجاد يا عزة وعبد الله. عبد الله. نعم. مستعد للعيد؟ أكيد مستعد. خلاص؟ خلاص كل شيء جاهز، فصلت شي. ملابس، اشتريت مصارة، وكل شيء خلاص يعني. يعني مستعد. أكيد مرة مية مية؟ مية مية. هم الأولاد أساساً تجهيزاتهم سهلة يعني. أيوة. خذروا بيوم يعني، خذروا بيوم واحد يخلصوا. أيوة دشداشة ومصر وخلاص يعني. الباقي والدور علينا. أكيد أكيد يبانا كذا شوية عاد الواحد ياخذ له تسوق وكذا على أجواء رمضان. وميثا مستعجلة على العيد وكل يوم تذكرنا فيه، لكن أكيد العيد فرحة والعيد شيء حلو، وإحنا أكيد نستانس بالعيد، نستانس بلمة الأهل، نستانس بالعرسية والهريس والذبايح والحلويات وغيرها من الأشياء. أكيد التمشاية في مختلف الأماكن، كل واحد يكون أكيد مع أهله ويروحها يتمشى وكذا. جوعنا نفسنا شكلنا. أيوة. صح؟ نعم والله جوعتينا. نكمل بعدين موضوعنا ونروح الحين للمكالمة بما أنها جهزت. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. أصايل. فصايل. يا هلا ومرحبا فصايل. أهلا وسهلا. يا هلا بك يا فصايل، كيف حالك؟ الحمد لله حق حمدك بخير. نعم؟ الحمد لله بخير. بخير دوم إن شاء الله يا فصائل. فصائل؟ نعم. من وين تكلمينا؟ من محافظة الداخلية ولاية سمائل. يا هلا ومرحبا بكل أهالي سمائل يا فصائل. فصائل؟ نعم. بتجي تشاركينا في حلقات العيد؟ ها؟ أجواء الاستوديو راح تكون مختلفة تماما في العيد، بتجي تشاركينا؟ برنامجنا باذن الله. باذن الله. زين انا راح اقدم لك الدعوه الحين، تمام؟
انك تشاركينا في حلقات العيد. ان شاء الله. وانتظرك، تمام؟ ان شاء الله. يلا خلينا نروح للامنيات يا فصايل، وسمعينا كذا مستعده بصوت عالي. ان شاء الله. يلا الامنيات ظاهره معك على الشاشه، مصور فوتوغرافي، مهندس حاسوب، وشاعر، ومرشد سياحه طبعا راح، وايضا مهندس حاسوب راح. عندك شاعر ومصور فوتوغرافي ورجل اعمال، ايش راح تختاري؟ هاي فصائل. رجل اعمال. رجل اعمال، واخيرا. ليش اخترتي هذه المهنه يا فصائل؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بمواهب مختلفة. جميل. فأحب الاشتراك في جميع المجالات. جميل يا فصايل، طبعا الله سبحانه وتعالى وهبنا كلنا طبعا مواهب مختلفة، لكن علينا أن نحن نكتشف هذه المواهب، وهذه أهم فرصة لنا بما أنه عندنا إجازة نكتشف مواهبنا. وشيخة مستعجلة واختارت لك وسيلة القطار، وهذه شيخة راكبة القطار، تشوفيها يا فصايل؟ أكيد. مستعدة تريد تنطلق بالقطار؟ تمام؟ بسم الله. يلا نروح نشوف السؤال الأول عشان ما نطول على شيخة، ويلا يا شيخة أعطينا السؤال. وسؤالك يقول يا فصايل، صح أم خطأ؟ اختيار الموقع المناسب هو من أهم عناصر إقامة مشروعك التجاري، صح أم خطأ؟ أكيد الإجابة صحيحة. أكيد الإجابة صح، متأكدة يا فصايل؟ أكيد. بما أنك قلتي أكيد نشوف شيخة، يلا يا شيخة كيف إجابتها؟ إجابتك صحيحة، وتحرك القطار، وشيخة تحييكي، وهذا القطار منطلق ورايح للمحطة الثانية يا فصايل. مستعدة للسؤال الثاني؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ونشوف سؤالك مع شيخة. شيخة إيش سؤالها؟ وهذا سؤالك على الشاشة، ويقول من أهم خطوات تأسيس مشروع تجاري ناجح التخطيط وتحديد الفكرة، اسم المشروع أم عمل التصاريح اللازمة؟ إيش هي الوجهة؟ التخطيط وتحديد الفكرة. التخطيط وتحديد الفكرة، واسم المشروع؟ هيا يا فصائل. التخطيط وتحديد الفكرة. متأكدة؟ أكيد بإذن الله. زين في رصيدك الحين 20 ريال، مستعدة تروح وتأخذ الجائزة العينية؟ إن شاء الله. ويلا يا شيخة أعطيها جائزة عينية، وهذه شيخة أعطتك جائزة عينية، طبعاً جائزة عينية من مشروع همتي، وهي عبارة عن حقيبة تحتوي على هدايا عينية بقيمة 50 ريال زائد الاشتراك في الموقع لمدة 6 أشهر، نقول لك ألف مبروك. وطبعا مخرجنا كريم ويعطيك جائزة ثانية من العيسري، طبعا هدايا علمية بقيمة 40 ريال، ألف مبروك يا فصايل. فصايل؟ نعم. نروح للسؤال الثالث. إن شاء الله. خلاص شيخة واصلة للمحطة الثالثة. يلا بننطلق إن شاء الله. تنطلق لسمايل. يلا يا شيخة، وسؤالك يقول يا فصايل، تصريف المنتجات للمستهلك ونقلها إليه بثمن معين يسمى البيع أم الاستثمار أم التمويل؟ عندك 30 ثانية، وإذا جاوبتي صح راح يصير في رصيدك 60 ريال، وإن شاء الله تجاوبي صح بما أنك كذا متحمسة وواثقة من إجاباتك دائما. ونلغي لك الثالثة. نتمنى تساعدونا شوي. خلاص بنساعدك، نلغي لك الثالثة. عندك البيع ولا الاستثمار؟ البيع أم الاستثمار؟ ركزي. هاي فصايل، انتهى الوقت. الإجابة. البيع. قول البيع، قول البيع. البيع. البيع، ونشوف شيخة. وهذه شيخة تحييك، واحنا بعد نحييك يا فصايل، وإجابتك صحيحة، وأكيد صار في رصيدك 60 ريال. زائد الجائزتين العينيتين المقدمة من العيسري، وأيضا من مشروع همتي، راح أعرفكم على الحقيبة طبعا لأول مرة وعلى مستوى الوطن العربي، حقيبة تفاعلية ملهمة في مجال ريادة الأعمال للأعمار اللي تتراوح بين 14 إلى 17 سنة، والتي طبعا ستذهلكم محتوياتها العجيبة، وهي طريقك للعمل الحر الناجح. نتمنى التوفيق لكل رواد الأعمال طبعا الناشئين من 14 سنة
إلى 17 سنة. ألف ألف مبروك. أكيد هي مبادرة جميلة فعلا من قبل أصحاب مشروع حمتي إنهم يعلموا ويدربوا الأطفال أو يعني الناشئين على كيفية إدارة وتخطيط الأعمال. ربما يعني في هذا الوقت يصعب إنه تحمل مسؤولية ولو كان شيء بسيط، فمن خلال هذه الحقيبة ومن خلال ما تحتويه من سيديات وكتب تعليمية أعتقد إنهم يعني راح يدربوا ويأهلوا ويخلوا الناشئين والأطفال اللي عندهم فعلا حب وشغف في مجال ريادة الأعمال، اللي عندهم مواهب انهم يطوروا من هذه المواهب واكيد يسعوا لي يعني تحويلها لمشروع استثماري ناجح. أكيد. اكيد ناخذ مكالمه الحين، يلا مكالمه مع سمر. اكيد ناخذ مكالمه جديده ونقول السلام عليكم. من معانا؟ مثله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا مثله، اهلا فيك. مثله انت كم عمرك؟ عمري 14 سنة. 14 سنة؟ يا مثلا انت صمت رمضان كله ولا فطرت من دون ما حد يعرف؟ لا صايمة كله. كله؟ ايوه. موفقة ان شاء الله، نتمنى لك الفوز وكل شيء يعني في حياتك وتوفقي. جاهزة للمسابقة؟ آمين. اكيد. يلا نشوف الامنيات على الشاشة. يلا نشوف الامنيات. عندك مصور فوتوغرافي، رجل اعمال بالاضافة الى شاعر. اي امنية تحبي تختاري؟ مصور فوتوغرافي. مصور فوتوغرافي؟ ليش اخترتي هذه الأمنية؟ تحبي يعني التصوير؟ أمنيات. نعم. انزين، والحين شوف أسئلتك مع زميلتي أمجاد. ما معي أنا، مع عبد الله. مع أمجاد؟ انزين، شوف أسئلتك عندك يا عبد الله. قبل الأمنية، يلا الحين نشوف الشيخة، وش راح تختار لك من وسائل؟ نشوف شيخة. يلا يا شيخة. الحين شيخة اختارت لك شيخة وسيلة الحصان. يا مثلة، نعم. انت فاهمة هذه الوسيلة؟ اكيد. بما انك اخترتي مهنة المصورة الفوتوغرافي، انت اكيد تحبي التصوير صح؟ ايوه. يلا الحين بما انك تحبي التصوير لازم تجاوبي على الاسئلة الثلاثة صح. انزين؟ انزين. يلا ننتقل معاكي للسؤال الاول ونشوف الحصان. يلا يا حصان. وصل الحصان للحاجز الاول، وسؤالك الاول يقول، يلا يا سؤال، عملية إنتاج صور ومناظر بواسطة تأثيرات ضوئية يسمى التمثيل أم التصوير أم الرسم؟ التصوير. التصوير؟ متأكدة؟ نعم. يلا يا مثلة، متأكدة؟ أيوة. التصوير مثبت خلاص؟ أكيد. بما أنك متأكدة من إجابتك نشوف الحصان، وإجابتك صحيحة. ألف مبروك، في رصيدك الحالي 30 ريال. تكملي للحاجز الثاني والسؤال الثاني؟ نعم. يلا نكمل معاكي للسؤال الثاني ونشوف الحصان. يلا يا حصان. والحين الحصان انتقل للحاجز الثاني، وسؤالك في اللي معك في الحاجز الثاني يقول، صح أم خطأ، من أنواع عدسات التصوير العدسة المقربة والعدسة القياسية؟ صح أم خطأ؟ صح. صح؟ أيوة. متأكدة يا مثلة؟ نعم. خلاص اتثبتي على الإجابة؟ أيوة. نشوف إجابتك. وبالفعل إجابتك صحيحة، فزتي معانا على الحين 60 ريال. تكملي الحين للحاجز الثالث؟ ايوه. يلا لازم تكملي الحاجز الثالث لان اهم سؤال. تمام يا مثلة؟ تمام. يلا ننتقل معاك للحاجز الثالث، ويلا يا حصان. وينتقل الحين الحصان للحاجز الثالث، وسؤالك الثالث يقول، يلا يا سؤال، من العناصر المهمة عند التقاط الصورة اختيار الزاوية المناسبة، السرعة في التصوير ام الابتعاد عن الاماكن المرتفعة؟ سؤال سهل وبسيط. اختيار الزاوية المناسبة. اختيار الزاوية المناسبة؟ نعم. يعني ما السرعة في التصوير؟ لا. ولا الابتعاد عن الأماكن المرتفعة؟ لا. يعني خلاص؟ مثبتة على الإجابة؟ يلا نثبت ونشوف شيخة والحصان. وإجابتك صحيحة، والحين شيخة صفقت لك، وطبعاً فزتي معانا بجائزة عينية مقدمة من هابيلاند، بطاقة ألعاب بقيمة 50 ريال. فزتي معانا ب60 ريال زائد الجائزة العينية. أشكرك على اتصالك ومع السلامة.
أكيد نشكرها على اتصالها ومبادرتها الجميلة في مشاركتها لبرنامجنا في أسئلتها المختلفة. طبعا اليوم مثل ما شفتوا معانا كذا أمنيات مثل المهندس الحاسوب، الشاعر، المرشد السياحي، رجل الأعمال، بالإضافة إلى المصور الفوتوغرافي. آخر أمنية خضيناها كانت المصور الفوتوغرافي، وعبد الله أنا عرفت أنك مجهز معلومة، صحيح؟ أنا مجهز معلومة عن التصوير الفوتوغرافي. تفضل. يلا يلا. التصوير الفوتوغرافي هي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني الرسم بالضوء، والتصوير هو عملية إنتاج صور ومناظر بواسطة تأثيرات ضوئية، وهو يعتبر فن كأي فن آخر مثل الموسيقى والرسم، وهو أقرب للرسم في عصرنا الحالي مع التطور التكنولوجي. ويقوم المصور باختيار الزاوية المناسبة للصورة والابتعاد عن الأماكن التي يصعب فيها التصوير، وهذه كانت معلومتي عن التصوير الفوتوغرافي. طبعا التصوير أصبح الآن سهل، في السابق كان يعني التصوير يباله شوية احتراف، يباله كاميرات يعني دقيقة وغيرها من الأشياء، لكن الحين مع توافر التلفونات الحديثة أصبح أن التصوير من أسهل الأشياء، ومع توافر البرامج والفلترات وغيرها من الأشياء أكيد صار سهل بالفعل التصوير الضوئي، من إحدى يعني المواهب الحلوة والجميلة. وأيضا يا أمجاد هناك أماكن عديدة في السلطنة من غير المعالم الأثرية وغيرها من المناطق الجميلة، ممكن أن المصور يروح لها ويصور هذه المناطق طبعا، ويستفيد من الصور اللي يصورها. أكيد ما بس نصور ونحتفظ بالصور، لا، في مسابقات طبعا تطرحها العديد من الجهات، ممكن أن نشارك بالصور هذه في هذه المسابقات. وطبعا هذه المسابقات فرصة لأنه نحن عشان ننمي مواهبنا وقدراتنا وما نكبتها. صحيح؟ بالفعل. وأيضا حين ننتقل لزميلتي سمر، طبعا محضرة لنا معلومات عن المرشد السياحي، وشوف يا سمر إيش المعلومة يا سمر؟ أنا اليوم حضرت لكم معلومة عن المرشد السياحي، والحين بقول معلومة. المرشد السياحي هو الدليل الذي يقود ويرشد السائح أو المجموعة السياحية أثناء السفر أو الرحلة السياحية أيا كان نوعها. ويمكن تعريف المرشد السياحي بصورة عامة بأنه الشخص الذي يقوم بمرافقة السائحين والزوار والوفود الأجنبية إلى المدن والمناطق والمعالم والمنشآت والمواقع السياحية والتاريخية والأثرية، ويزودهم بالمعلومات اللازمة عنها. وهذه المعلومة اللي جبت لكم إياها اليوم عن المرشد السياحي. أكيد يعني خلال فترة الصيف سمر يعني تنشط أو ينشط قطاع السياحة بشكل عام، وينشط دور المرشدين السياحيين في هذا المجال في تعريف يعني السياح على المناطق التراثية، المناطق الحضارية، المناطق الفنية، المتاحف وغيرها من الأماكن. وبالفعل هي مهنة جميلة لأنها في كل يوم فيها استكشاف شيء معين، استكشاف تاريخ حضارات، تاريخ أمم، استكشاف أيضا فنون كانت موجودة في هذه الدولة أو في هذه المنطقة المعينة. ننتقل الآن لصديقتنا عزة. طبعا عزة حضرتنا اليوم قصيدة بما أنه كان في أمنية الشاعر بس ما حد اختارها للأسف، لكن عزة الحين راح تسمعنا قصيدة، صحيح يا عزة؟ أكيد يا زميلتي أمجاد، واليوم حابة أسمعكم قصيدة يعني الأيتام، حق الأيتام، أهديها لكل يتيم، واعتبرهم طبعا هم مثل أخواني. أكيد أكيد. يقول لهم الدين وصانا بالأيتام ياما، وتشهد أحاديث النبي في الصحيحين يقول من يحفظ حقوق اليتامى أنا معاه بجنة الله كهاتين. يا من زرع في خافق حب الأيتام وخلالهم في مهجة الصدر قيمة، وصية وصابها دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة، بشرى لمن يلهب محبتهم الهام، وطوبى لكم يا اهل القلوب الرحيمه اللي يرحم في دنيا تهدم على ايتام، يرحمه من يحيي العظام الرميمه. ابشرك يا كافل حقوق اليتيم، ابشرك يا راعي القلب الرحيم، انك تنال برحمه الله منزله ما نال هلا كل ذي حظ عظيم، ما نال هلا كل ذي حظ عظيم. صح لسانك. أكيد ما شاء الله قصيدة جدا جميلة وأبيات بسيطة ولكن فيها في نفس الوقت معبرة، ما يسعني إلا أقول أنها تستاهل تحية كبيرة. أكيد تستاهل. شكرا يا مدير.
طبعا انت طرحتي يعني شيء او موضوع معين، اكيد في فتره رمضان او في الشهر الخير تكثر اعمال الخير لليتامى للمساكين للمحتاجين، واكيد هذه دعوه لكل قادر ولكل شخص يستطيع انه يدعمهم انه يساعد هؤلاء الفئه من المجتمع، واكيد ما يحسسهم بنقص في زاويه معينه من حياتهم. ناخذ مكالمه من معانا. قبل المكالمه نسيت معلومتي. عندك معلومه بعد؟ أيوة. ما شاء الله اليوم نشيطه. أيوة قصيده ومعلومه. أيوة ناخذها بعد المكالمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عصام. عصام الو. هلا عصام، كيف حالك؟ الحمد لله. من وين تكلمنا عصام؟ ولايه ادم. من ادم، هلا ومرحبا بكل اهالينا في ادم. عصام جهز نشوف الامنيات. عصام يلا نروح نشوف الامنيات على الشاشه. طبعا ما بقى غير ثلاث: مصور فوتوغرافي، رجل اعمال بالاضافه الى شاعر. ايش الموهبه او ايش الامنيه عفوا اللي تريدها؟ شاعر. شاعر، واخيرا حد اختار شاعر. يلا يا عصام انت اخترت شاعر، وشيخه راح تختار لك الوسيله. يلا يا شيخه، واختارت لك وسيلة النخلة، وراح تفوز معانا أو فزت معانا بجائزة عينية مقدمة من مجلة مرشد، واللي هي عبارة عن اشتراك لمدة سنة بالإضافة إلى هدايا عينية وتعليمية بقيمة 50 ريال. جاهز للسؤال الأول عصام؟ عصام تسمعني؟ نعم. جاهز للسؤال الأول؟ أيوه. يلا، صوتك ابدا ما واضح يا عصام، يا ريت لو تقترب من التلفون وتعلي صوتك. سؤالك الاول يقول: يا عصام، الكلمه الاخيره في البيت الشعري تسمى قافيه، صح ولا خطا؟ صح. متاكد؟ ارفع صوتك بس يا عصام ما اسمعك زين. صح. صح، نشوف الاجابه. واجابتك صحيحه يا عصام، ورصيدك حتى الان 20 ريال. ننتقل للسؤال الثاني. يلا، سؤالك الثاني يقول: يا عصام، ما الكلمة المرتبطة بالشعر البيت الشعري الخبر الصحفي المقال؟ ها، ايش الكلمة المرتبطة بالشعر من هذه البدائل الثلاثة؟ البيت الشعري. البيت الشعري، متأكد؟ ايوه. يلا نشوف الإجابة زين. وإجابتك صحيحة، وعندك حتى الآن 40 ريال وساعدت عمور شطور إنه يطلع النخلة. نروح السؤال الثالث. ها كيف عصام؟ ما يصير. يلا يا عصام ركز شوية معانا، وسؤالك الثالث يقول: الكتاب الذي يحتوي على مجموعة من القصائد الشعرية يسمى مجلة قصة ديوان، هل المجلة أم القصة أم الديوان؟ الديوان. الديوان، نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة، وصلت للرطب، وعندك الحين 60 ريال في رصيدك بالإضافة إلى الجائزة المقدمة من مجلة مرشد، واللي هي عبارة عن اشتراك لمدة سنة زائد هدايا بقيمة 50 ريال. نشكر اتصالك يا عصام ومع السلامة. أرجع لعزة، واللي محضرت لنا معلومة. عن إيش المعلومة؟ المعلومة اليوم حضرت لكم عن مهندس الحاسوب. يلا نسمعها، وأتمنى لكم تستفيدوا من المعلومة إن شاء الله. مهندس الحاسوب هو مهندس الإلكترونيات أساساً، ولديه معلومات إضافية وتدريب وخبرة في مجال تصميم البرمجيات، خصوصاً في مجال تكامل البرمجيات. يشارك مهندس الحاسوب في جميع مجالات الحوسبة، من تصميم المعالجات الصغرية والحواسيب الشخصية. هذه هي معلومتك، وأكيد معلومة جميلة وجداً جداً رائعة، وإن شاء الله إله أنهم استفادوا أكيد من هذه المعلومة. أكيد. بس يا زينتي أمجاد، أنت اليوم خضيتي مهنة الشاعر صح؟ أيوة. إنزين، أي كتب تحبي تقري، وأي شاعر المفضل عندك؟ أنا أحب القصائد الجاهلية، المتنبي وغيرها، يعني طرف ابن العبد وغيرها من القصائد كذا القديمة. الله حلو. ابن زيدون وغيرها يعني من الشعراء القدماء. أحب هذه القصائد القديمة. إن شاء الله بنسولف عن القصائد بعد الحلقة، زين؟ إن شاء الله. يلا، إحنا وصلنا للختام، أتمنى أنكم استانستوا واستمتعتوا معنا في الحلقة. نلتقي بكم أكيد غدا إن شاء الله في نفس الموعد.
إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة. تلك الأهداف بطموح نسعى لا نتعب نزداد جميل الأوصاف ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف نذكر أمنية المستقبل فنفوز بتلك الأهداف نطرق باب الحظ ونكسب ونحقق ما نتمنى ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف.